بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه أستعين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة بإذن الله سنتطرق إلى فرض الفصل الأول للسنة الرابعة من التعليم المتوسط، وبما أنه فرض الفصل الأول فإنه سيدور حول ميدان الظواهر الكهربائية. إذن فبدون إطالة مع الوضعية الأولى المقترحة عليكم التي نصها كالآتي: نضع قضيبا معدنيا AB على حامل عازل، ثم نعلق كرية من البوليستيرين المغلف بالألمنيوم بحيث تكون ملامسة للنهاية B من القضيب AB كما هو في الشكل المقابل. نمسك القضيب سي باليد مباشرة، ثم ندلكه بقطعة قماش، ثم نلمس به النهاية A، فنلاحظ ابتعاد الكرية عن الطرف B. أولا، من بين المواد المقترحة اختر المواد التي يمكن أن يكون القضيب AB مصنوعا منها. إذن فالخيارات هي الحديد، الزجاج، الألمنيوم، البلاستيك، وبرر إجابتك، بمعنى ما هي المادة التي ترى أن يكون القضيب AB مصنوعا منها، هل من الحديد أم من الزجاج أم من الألمنيوم أم من البلاستيك، مع التبرير. ثانيا، فسر سبب ابتعاد الكرية عن القضيب AB. ثالثا، عند دلك القضيب C بقطعة القماش يشحن بشحنة كهربائية قيمتها Q تساوي ناقص 64 في 10 أس ناقص 5 كولوم. ألف، ما هي المادة المصنوع منها القضيب؟ باء، هل اكتسب القضيب، هنا المقصود به القضيب سي، هل باء، هل اكتسب أم فقد القضيب سي إلكترونات؟ جيم، أحسب عدده. إذن فبالنسبة للقضيب AB يكون إما من الحديد أو الألمنيوم. لماذا؟ يعني حتى تتأثر الكرية الموجودة بالجوار يجب أن يكون القضيب ناقلا، أي تنتقل عبره الشحن الكهربائية من النقطة A إلى النقطة B. يعني نحن حينما نشحن القضيب C ونلامس به الطرف A، فإذا لم يكن القضيب AB ناقلا للشحن الكهربائية فلا تتأثر الكرية الموجودة بالجوار. إذن قلنا فالتعليل هو لكي تتأثر الكرية الموجودة بجوار الطرف B يجب أن يكون القضيب AB ناقلا للكهرباء. السؤال الموالي، نفسر ابتعاد الكرية عن القضيب AB. هذا يفسر بأنها صارت مشحونة بنفس نوع الشحنة التي توجد على القضيب AB، بمعنى إذا صار القضيب المعدني AB مشحونا ب الشحنات السالبة، فإن الشحنات السالبة ينتقل بعضها إلى الكرية الموجودة بالجوار، وبالتالي يصبح الآن القضيب مشحون بشحنة سالبة والكرية بشحنة سالبة، فهنا كما ذكرنا في التكهرب أو في التشحن أن الشحنات المتماثلة تتنافر، وبالتالي تبتعد الكرية عن القضيب. السؤال الموالي قال: عند دلك القضيب سي بقطعة قماش يشحن بشحنة قيمتها كي تساوي ناقص 64 في 10 ناقص 16، ما هي المادة التي صنع منها القضيب؟ إذا بما أن القضيب سي عند دلكه تحمل بشحنة سالبة، لا تهمني هنا القيمة، عندما تحمل بشحنة سالبة ناقص 64 فهذا يدل على أن مادته هي من الإيبونيت أو ما شابه ذلك، إيبونيت بلاستيك. إذا هذا هو الدليل، ما هي مادة الصنع نكتشفها من خلال نوع الشحنة التي تحمل بها، فما دام صار مشحون بشحنة سالبة فهذا يدل على أنه من الإيبونيت أو ما يشبهه من المعادن، قلت معذرة، من المواد العازلة وليس المعادن. الآن هل اكتسب أم فقد إلكترونات؟ بما أنه صار محمل بشحنة السالبة فهذا يدل على أنه اكتسب، إذن القضيب سي اكتسب كمية من الإلكترونات. الدليل على ذلك
ظهور شحنة السالبة عليه. ها هي الإشارة الدالة على أنه اكتسب. إذا لنحسب هذا العدد، كيف نحسب عدد الإلكترونات التي اكتسبها القضيب سي أثناء دلكه أو أثناء شحنه؟ لدينا واحد إلكترون أو الشحنة العنصرية، يعني واحد عنصر سواء كان إلكترونا أو بروتونا، فإن شحنته الكهربائية أو الكمية التي يحملها من الكهرباء هي 1.6×10^-19 كولوم. فإن كان هذا العنصر هو إلكترونا فإن شحنته تكون سالبة، وإن كان هذا العنصر بروتونا فإن شحنته تكون موجبة كما هو مبين هنا. إذن هنا واحد عنصر شحنته هي هذه القيمة. ففي المثال الذي معنا يقول أن القضيب شحن بشحنة كهربائية قدرها Q تساوي -64×10^-5 كولوم. إذن فالجسم لكي يشحن بشحنة بهذا المقدار عليه أن يكتسب، بما أن الشحنة سالبة فعليه أن يكتسب عددا من الإلكترونات قدره N. فهذا العدد N هو الذي يطلب منا أن نجده. إذن ومنه فإن N كيف نحسبها؟ بالقاعدة الثلاثية بسيطة. N ما هو إلا الشحنة التي ظهرت على الجسم مضروبة في شحنة العنصر مقسومة على الشحنة العنصرية، أي N تساوي Q وهي الكي الإجمالية أو الكلية على Q لي E أي شحنة الإلكترون أو شحنة البروتون. إذن نطبق عدديا -64×10^-5 كولوم تقسيم 1.6×10^-19 كولوم، سنجد الناتج هو 4×10^-15 إلكترون. بمعنى أن هذا الجسم، هذا القضيب سي، اكتسب عدد من الإلكترونات قدره 4×10^-15 إلكترون لكي تظهر عليه هذه الشحنة. ننتقل إلى الوضعية الثانية التي نصها كالآتي: يدور مغناطيس أمام وشعة بسرعة ثابتة وبانتظام كما في الشكل واحد. واحد، المطلب الأول يعني سمي الظاهرة الحادثة في هذه التجربة وحدد عناصرها. اثنين، ماذا يحدث للصمامين في هذه الحالة؟ ثالثا، إذا استبدلنا المغناطيس والوشعة ببطارية ماذا تلاحظ؟ يعني نحتفظ بنفس التركيب السابق، فقط ننزع الوشعة والمغناطيس ونضع مكانها بطارية. إذن ماذا تلاحظ؟ يقول عند غلق الدارة بطبيعة الحال. رابعا، ماذا تلاحظ أيضا عند عكس أقطاب البطارية؟ الفقرة الثانية، تمت معاينة التوتر الكهربائي المار في الدارة في الحالتين السابقتين. تمت معاينة التوتر الكهربائي بين طرفي الدارة وليس المار في الدارة، لأن التيار هو الذي يمر وليس التوتر. إذن تمت معاينة التوتر الكهربائي بين طرفي الدارة في الحالتين السابقتين بواسطة راسم الاهتزاز المهبطي، فسمحت لنا بالحصول على الشكلين 2 و3. يقول السؤال في هذه الفقرة: حدد الشكل الموافق لكل حالة من الحالتين السابقتين، ثم ما نوع التوتر الكهربائي في كل حالة، قارن بينهما من حيث الجهة والشدة. سؤال آخر: حدد خصائص التوتر الكهربائي في الشكل 2. إذا نبدأ مع السؤال الأول، فالظاهرة الحادثة في هذه التجربة تسمى بالتحريض الكهرومغناطيسي. ما هي عناصر التحريض الكهرومغناطيسي؟ تتمثل في عنصرين، تواجد عنصرين. إذن فالتحريض الكهرومغناطيسي يشترط أن يكون لدينا العنصر المحرض وهو المغناطيس، ثانيا العنصر المتحرض وهو الوشعة. هذان العنصران غير كافيان، يعني إذا لم تكن هناك حركة لأحد العنصرين بجوار الآخر لا يكون هناك تحريض كهرومغناطيسي. إما أن يتحرك المغناطيس بجوار الوشعة أو تتحرك الوشعة داخل الحقل المغناطيسي، فهنا ينتج التحريض الكهرومغناطيسي.
نمر إلى السؤال الذي يليه، ماذا يحدث للصمامين؟ عند دوران المغناطيس كما ذكر بشكل منتظم، يعمل الصمامان بالتناوب، أي يتوهجان بالتناوب. حينما يتوهج الصمام الأيمن مثلا هنا في الصورة، يتوهج الصمام الأخضر، فإن الأحمر لا يتوهج، يكون منطفئا. ثم العكس، حينما يتوهج الصمام الأحمر لا يظهر أو لا يتوهج الصمام الأخضر. هذا الكلام صحيح إذا كان استطعنا أن نلاحظ، لأن الكهرباء تكون سرعته كبيرة، فبالتالي قد تصعب الرؤية، يعني يظهر تلألؤ الصمامين مع بعض، يعني نحن سنلاحظ اهتزاز الإضاءة للصمام الأحمر والصمام الأخضر، وهذا الاهتزاز يدل على التناوب في العمل. نوضح، إذن قلنا عند دوران المغناطيس يعمل الصمامان بالتناوب. نلاحظ هنا على الرسم ماذا فعلنا. إذن حينما مثلا عندما يدور المغناطيس خلال نصف دورة الأول، نصف دورة للمغناطيس، يمر التيار في هذا الاتجاه على سبيل المثال كما تلاحظ. حينما يمر في هذا الاتجاه لا يستطيع المرور عبر الصمام الأخضر، لأنه يأتي من الجهة العكسية فلا يستطيع المرور. احنا قلنا الصمام يسمح بمرور التيار في اتجاه واحد، يعني إذا كان هذا هو المدخل فلا يستطيع الدخول من المخرج. إذن يمر التيار كما تلاحظ مع هذا الطريق، وبالتالي يمر عبر هذا الصمام ويتمم الرحلة ويتمم الدورة. إذن هكذا خلال نصف الدورة الثاني، يعني عندما يستمر المغناطيس في دورته تحدث العملية العكسية، يعني يأتي الكهرباء في الجهة الثانية هكذا. إذن يأتي الكهرباء من هذا الطريق، في هذه الحالة لن يستطيع المرور على الصمام الأحمر، سيمر عن طريق الصمام الأخضر كما تلاحظ هنا. إذن هكذا ويتمم رحلته، وبالتالي فالصمامان يعملان بالتناوب. يقول في السؤال الثالث، عند إذا استبدلنا المغناطيس والوشعة ببطارية ماذا تلاحظ؟ إذن عند استبدال المغناطيس والوشعة ببطارية فإننا نلاحظ توهج أحد الصمامين فقط. إذن لنوضح ذلك بالرسم، لننتبه هنا. إذن إذا كان توصيل البطارية بهذه الطريقة، يعني لاحظ أننا وصلناها بشكل عشوائي بحيث صار القطب الموجب في الجهة اليمنى حسب الرسم، فهنا التيار سيمر من هذا الطريق ويصعد عبر الصمام الأحمر، نفس الفكرة السابقة، لاحظ هكذا وتتم الدارة الكهربائية. إذن يتوهج الصمام الأيسر الأحمر ولا يتوهج الصمام الأخضر. إذا عكسنا التوصيل، عندما نعكس توصيل قطبي البطارية فماذا يحدث؟ نلاحظ حدوث العملية العكسية، فإننا نلاحظ انطفاء الصمام الأول وتوهج الصمام الثاني. لاحظ معي في الصورة الثانية، إذن هنا قالبنا توصيل البطارية في الدارة، قالبنا القطبين. في هذه الحالة يأتي التيار من هذا الطريق كما تلاحظ، وسيمر عبر الصمام الأخضر هكذا، هو الذي يتوهج، في حين لا يتوهج الصمام الأحمر. نمر إلى السؤال الموالي، ما زلنا مع الوضعية الثانية. قال حدد الشكل الموافق، يعني من خلال الصورتين اللتين تحصلنا عليهما من خلال المعاينة برسم الاهتزاز المهبطي، حدد الشكل الموافق لكل حالة من الحالتين السابقتين. إذن فالشكل 2 هذا، يعني هذا هو الشكل 2، فهذا نحصل عليه من معاينة التوتر بين طرفي الوشيعة عندما يدور المغناطيس. إذن فالشكل 2 يوافق معاينة التوتر بين طرفي الوشيعة، وبالتالي يكون الشكل 3، أي هذا الشكل يوافق معاينة التوتر برسم الاهتزاز المهبطي بين طرفي البطارية. السؤال الذي يليه، ما نوع التوتر الكهربائي في كل حالة؟
إذن فالتوتر الكهربائي بين طرفي الوشيعة هو توتر متناوب. لاحظ، توتر متناوب. ما معناه؟ أي الدورة الواحدة له تتكون من طورين، طور موجب وطور سالب. ماذا يعني هذا الكلام؟ هذا يدل على أنه متغير في القيمة ومتغير في الاتجاه. نبين ذلك. لاحظ كيف أن قيمته كانت صفر تتزايد حتى تبلغ الذروة، قيمة عظمى، ثم تتناقص حتى تعود إلى الصفر. إذن فهذا هو التغير الأول، بالزيادة ثم بالنقصان إلى أن ينعدم. يستمر في التناقص إلى أن يبلغ قيمة عظمى سالبة، ثم يشرع في التزايد لينعدم، ثم يشرع في التزايد لنبدأ في دورة جديدة. إذن فالدورة الواحدة كما تلاحظ أنها مكونة من طورين، طور موجب وطور سالب. إذن فهو متغير في القيمة من صفر إلى قيمة عظمى، ثم من القيمة العظمى إلى الصفر، ثم تغير في الاتجاه من صفر إلى قيمة عظمى سالبة، من قيمة عظمى سالبة إلى الصفر. إذن فالتوتر الكهربائي بين طرفي الوشيعة هو توتر متناوب. خصائص أو مميزات هذا التوتر المتناوب أنه متغير في القيمة ومتغير في الاتجاه. بينما التوتر الكهربائي بين طرفي البطارية، لاحظ هنا في الصورة الثالثة، في الوثيقة الثالثة هنا، إذن فالتوتر يأخذ قيمة لا تتغير. لاحظ المنحنى على بعد مربعين من المرجع، من الصفر على بعد مربعين، نأخذ هذه القيمة مثلا 4 فولت 6 فولت لا يهم، المهم أن هذه القيمة بمرور الزمن ستظل ثابتة. إذن فنقول التوتر الكهربائي بين طرفي البطارية هو توتر مستمر. ما هي خصائص التوتر المستمر؟ يتميز بثبات القيمة وثبات الاتجاه، وهذا الاتجاه اصطلاحيا هو من الموجب إلى السالب. المطلب الأخير، ما هي خصائص التوتر الكهربائي في الوثيقة؟ اثنين، يقصد خصائص التوتر المتناوب. إذن فخصائص التوتر الكهربائي المتناوب هي أن التوتر المتناوب له قيمة أعظمية U ماكس، وهذه القيمة تتم معاينتها برسم الاهتزاز المباطي، وهذا هو الذي تحصلنا عليه وتكلمنا عنه. كذلك الخاصية الأخرى أن له دور، التوتر الكهربائي المتناوب له دور، أي زمن ثابت يتم دورته خلاله، وبالتالي يعني حسب الصورة هنا هذا الزمن المستغرق لإنجاز هذا المنحنى إلى من هذه النقطة إلى هذه النقطة نسميه دور التوتر المتناوب. هذا الدور قلنا يتميز بالثبات لكي يكون الدور التوتر متناوب. له خاصية أخرى هي التواتر. التوتر المتناوب له تواتر الذي يعرف باللغة الأجنبية الفريكونس أو التردد. هذا التواتر كذلك ثابت. وما هو التواتر؟ ما هو إلا عدد الدورات خلال الثانية، بمعنى كم تتكرر من دورة للتوتر المتناوب خلال الثانية الواحدة، فهذا هو ما يعرف بالتواتر. بالإضافة إلى قيمته الأعظمية توجد كذلك قلنا القيمة الفعالة أو التوتر الفعال. إذن هذه هي الخصائص التي يتمتع بها التوتر المتناوب. ننتقل إلى الوضعية الثالثة. يقول لاحظت ربة بيت أنه عندما توصل فرن وغسالة بالتغذية الكهربائية مع تشغيل مصباح ينقطع التيار الكهربائي، وزودت الوضعية بهذا المخطط. واحد يقول ما معنى الدلالات 4 كدبليو 10 أ 230 في 30 ملي أ و 20 أ. ثانيا، برأيك ما سبب انقطاع التيار الكهربائي؟ ثالثا، اقترح حلا لتشغيل الأجهزة السابقة في نفس الوقت. رابعا، أعد رسم المخطط مع تعديل قيم الدلالات.
إذن نبدأ مع السؤال الأول، معنى هذه الدلالات. الدلالة 4 KW هي استطاعة التحويل الكهربائي للفرن. القيمة الموالية، الدلالة 10 A هي شدة التيار العظمى التي تتحملها المنصهرة، يعني هذه 10 A لاحظنا أنها مكتوبة على المنصهرة، فبالتالي هذه حمولتها أو شدة التيار العظمى التي تتحملها المنصهرة. المطلب الثالث أو الدلالة الثالثة 230 فولت، أين هي؟ 230 فولت هي مكتوبة على القاطع التفاضلي. إذن فما معنى هذا؟ أي أن هذا القاطع التفاضلي يعمل بتوتر قدره 230 فولت، أو بعبارة أخرى لنقول أن 230 فولت هي التوتر الموجود بين الطور والحيادي، نفس المعنى. إذن فما دامت مكتوبة على القاطع التفاضلي فهذا يدل على أنه يعمل بتوتر قدره 230 فولت. ثم الدلالة الموالية، ماذا تعني 30 ميلي أمبير؟ هذا 30 ميلي أمبير راهي مكتوبة كذلك على القاطع التفاضلي. إذن فالدلالة 30 ميلي أمبير، معذرة، الدلالة 30 ميلي أمبير، انتبه هنا، 30 ميلي أمبير هي مقدار صغير جدا، يعني 0.03 أمبير، أي وبالتالي فهي بما أنها قيمة متناهية الصغر فهذه القيمة لا يمكنها حتى أن تشغل مصباح، يعني لا يتوهج مصباح بها. إذن فما هي؟ فهذه القيمة هي حساسية القاطع التفاضلي، هي قيمة الحساسية القاطع التفاضلي. فالقاطع التفاضلي يختلف من قاطع إلى آخر في هذه الحساسية، هناك الذي قيمته 30، يعني المجال محصور بين 30 و 500 ميلي أمبير، سنشرح دور هذا 30 ميلي أمبير لاحقا. إذن الدلالة الموالية 20 أمبير، يعني هذا 20 المكتوبة على الجهاز، أين هي هذه؟ ماذا تعني هذا 20 أمبير؟ فالدلالة 20 أمبير هي شدة التيار الكهربائي التي يسمح القاطع التفاضلي بمرورها، يعني هي التي ضبط عليها لكي يسمح بمرورها. نمر إلى السؤال الثاني، برأيك ما سبب انقطاع التيار الكهربائي؟ إذن فسبب انقطاع التيار الكهربائي هو أن شدة التيار الكهربائي التي تتطلبها الأجهزة الثلاثة معا التي هي الفرن والغسالة والمصباح فاقت شدة التيار التي يسمح القاطع التفاضلي بمرورها، يعني فهو يتحمل 20 أو مضبوط على القيمة 20، فحينما تشغل الأجهزة الثلاثة فإنك تطلب شدة التيار أكبر من 20 أمبير، فبالتالي يقوم بدوره وهو فتح الدارة لحماية الأجهزة وحماية الشبكة من التلف. إذن فلكي نشغل الأجهزة، قال اقترح حلا لتشغيل هذه الأجهزة في نفس الوقت. فلكي تشتغل الأجهزة معا يجب ضبط القاطع التفاضلي، إذن هذا الإجراء الأول، يجب ضبط القاطع التفاضلي على قيمة أكبر أو تساوي شدة التيار التي تتطلبها الأجهزة معا، وإذا لم يكن ذلك ممكنا فهنا علينا أن نستبدل. لاحظ إن كان ذلك غير ممكن، بمعنى إذا كان فرضنا أن القاطع تاعنا، يعني هذا الموجود معنا، هذه هي شدته أو حمولته القصوى، يعني ليس فيه أكثر من 20 أمبير، فهنا علينا أن نستبدله بقاطع آخر ذو دلالة أكبر ويضبط على القيمة المطلوبة. الآن السؤال الموالي، لتعديل القيم على الرسم أو في التركيب، يعني كيف نغير القيم؟ هنا لكي نغير علينا أن نحسب شدة التيار التي يحتاجها كل فرع، معناها كم شدة التيار التي يحتاجها المصباح، كم شدة التيار التي يحتاجها الفرن، وكم شدة التيار التي يحتاجها الغسالة، لكي نرى إن كانت هذه الدلالة متوافقة مع التركيبات أم ينبغي تغييرها. إذن فشدة التيار التي تحتاجها الغسالة، هنا نذهب إلى قانون الاستطاعة، اي واحد تساوي بي واحد على اي، اي شدة التيار تساوي استطاعة الجهاز على التوتر بين طرفيه. هنا انتبه ان الاستطاعة معطاة بالكيلووات، نقوم بتحويلها الى الواط، ضربنا في 1000، يعني 2 في 1000 تساوي 2000 قسم على 230 فولت، فان شدة التيار هي 8.69. ما معنى هذا 8.69؟ اي ان هذه الغسالة لكي تعمل بطريقة عادية
دون خطر دون ضرر تحتاج إلى شدة تيار قدرها 8.69. فالمنصهرة المستعملة في هذا التركيب 16 أمبير لا تناسبها، يعني لن توفر الحماية للغسالة، فينبغي أن نستبدلها بمنصهرة من المفروض دلالتها في جوار 8، يعني أكبر أو تساوي 8. فمثلا إن استطعنا أن نجد منصهرة قدرها 9 أمبير نستعمل منصهرة قدرها 9، لكن أعتقد 9 غير موجودة، فنستعمل 10 أمبير. إذا نستبدل هذه المنصهرة بمنصهرة دلالتها 10 أمبير كما وضحنا هنا في الإجابة. نفس الشيء نفعله مع الفرن، إذا نحسب شدة التيار التي يحتاجها الفرن بتطبيق العلاقة السابقة نفسها E2 تساوي P2 على E، ونحول قيمة الاستطاعة من الكيلو واط إلى الواط، إذا لدينا 4000 واط تقسيم 230، فالناتج يكون 17.39 أمبير. ما معناه؟ أي أن هذا الفرن يشتغل بشدة تيار قدرها 17.39، وبالتالي فهذه المنصهرة لا تلائمه، بمعنى إذا أردت أن تشغله فإن هذه المنصهرة ستتلف ولا يعمل الفرن. إذن فبالتالي نستبدلها بمنصهرة دلالتها تجاور 17.39، يعني أكبر أو تساوي. إن وجدنا 18 نستعمل منصهرة دلالتها 18، إن لم نجد فمضطرون لاستعمال منصهرة دلالتها 20 أمبير. إذن المنصهرة الخاصة بالفرن دلالتها 20 أمبير. نفس الشيء مع المصباح، شدة التيار التي يحتاجها المصباح E3 تساوي P3 على E، ونطبق العلاقة ونجد 100 واط على 230 نجد 0.43. لاحظ شدة التيار التي تمر في التيار في المصباح صغيرة. فهنا سنستبدل هذه المنصهرة بواحدة دلالتها من المفروض 0.5 أمبير. لا نجد أظن هذا المقدار، نستعمل واحدة دلالتها 1 أمبير إن وجدت. إذن هذا بالنسبة للمنصهرة الخاصة بكل فرع. الآن نحسب شدة التيار كليا لكي نعرف سر الانقطاع والعمل الذي ذكرناه سابقا. شدة التيار كلية ET تساوي E1 زائد E2 زائد E3، بمعنى نجمع القيم السابقة 8.69 زائد 17.39 زائد 0.40، نجد الناتج هو 26.51. إذن ها هو سر انقطاع التيار الكهربائي. الجهاز مضبوط على 20 أمبير وأنت تحتاج إلى 26.51. إذن هنا ينبغي علينا أن نضبط الجهاز على شدة مجاورة أكبر أو تساوي، بمعنى نضبطه على شدة تساوي 27 أمبير أو حتى 30 أمبير. إذن بهذا نكون قد أزلنا الخلل الذي كان يصادفنا. إذن رابعا إعادة الرسم مع تغيير القيم مثل ما ذكرنا. إذن فبالتالي ها هو الرسم في الصورة السفلى، سنغير القيم. إذن لاحظ أن المصباح استعملنا له منصهرة قدرها 1 أمبير، الفرن 20 أمبير، والغسالة 10 أمبير. ثم إن احتجنا إلى التوصيل هنا المأخذ الأرضي، نوصل المأخذ الأرضي في الغسالة، المأخذ الأرضي في الفرن، وبالتالي نكون قد صلحنا هذا الخلل. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. نعتذر عن الإطالة وإلى الملتقى مع موضوع آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.